ان اليوم الانقطاع في الحكاية بشكل كبير، وكذلك هذوك الخلق هذوك ليزونبلوا اللي كانوا في الحكاية ما بقاوش، يعني تقريبا الاغلبيه ديال مناصب الشغل مع الاسف القطاع الفلاحي كتعرف واحد عده مشاكل، ولهذا لابد من التوجه الى قطاعات اخرى، خصوصا القطاع اللي هو قريب واللي عنده مؤهلات الى الى غير ذلك هو السياحي. الا ان القطاع السياحي مع الاسف الان يفتقر الى وحدات فندقيه كبيره وفي مستوى، وخصوصا هذه المدينه ديال نيملان فوتنا الفرصه لواحد العدد ديال الاحداث اللي هي مهمه جدا، ولكن مع عدد قليل ديال الفنادق المصنفه، ولهذا لابد نشجعوا هذا. عطينا باش نديروا هذه الاتفاقيه مع السي دي جي، السي دي جي كمؤسسه عموميه، وكذلك الجهه كمؤسسه هي ديال الدوله، باش يكون واحد التعاون لخلق واحد الوحده فندقيه في بلاصه الوزود اللي كتعرفوا هذاك الوطن الوزود ولا الاعلام، يعني يحاول باش يعني يتعاون يتكل ونعطيو هاد الخواص اللي بغاو يستخدموا في هذا الاطار. الا انه كاين هاد الاشكاليه ديال الثمن، الثمن مشينا حتى ل 1000 درهم ولكن السي دي جي 1100. علاش؟ لان عندهم داك الكوتي سوسيال الاجتماعي، واحد العدد ديال العمال كيشتغلوا تما خصهم تعويضات الى غير ذلك باش يشوفوا الحياه. كاين هذا الخلاف، انا نظن غير بالنسبه لهذه النقطه الى جاء خطر يعني نصوتوا ناحيه المبدا ونعطيو الصلاحيه للجنه ديال الخبره باش تحدد الثمن النهائي، باش ما نعاودوش ندوزوها في دوره اخرى. اذا كان نخليو الصلاحيه لجنه الخبره باش تحدد واش 1000 درهم ولا 1050 ولا 1100، هذا غادي يتم اجتماعات ماراثونيه مع الناس ديال السي دي جي باش نحاولوا نقنعوهم احنا ب 1000 درهم، ولكن اذا تشددوا 1100 لابد خصنا نلقى واحد الصيغه ديال التوافق. هذا هو الاقتراح، ماشي يكون اقتراح نخليو الصلاحية لجنة الخبرة باش تحدد الثمن النهائي باتفاق مع السي دي جي. شكرا. شكرا سي الوالي. ومعنا السي حتى المقرر الثاني بحكم كان وزير سابق في السياحة حتى هو غادي يكون موافق. شكرا شكرا للسيد الرئيس، شكرا للسي الوالي على هذا المشروع مهم جدا. نتمنى المفاوضات اللي هي مع السي دي جي باش يكتبوا معاهم مثلا 100 درهم راه يعني نوصلوا لشي حد في الاطارات القيمه ديالو اساسيه. المساله اللي كاينه احنا دابا يعني غنسقطوا على بانه تعطى للجنه الصلاحيه لتحديد الثمن، ولكن بالنسبه للتوجه ديال هاد الوحده الفندقيه ولا هاد يعني المنتجع من بعد غادي نشوفوا اذا وصلنا نشوفوا التوجه ديال اللجنه المهمه خصنا دراسه على الناس الصغيره باش نشوفوا واش بغينا شي منتج في اطار واحد المنتجع اللي هو عاد كبير ولا منتجع اللي هو بعض النجوم ولا خمسه النجوم الى غير ذلك. دابا هذاك التوجه ما نقرروش دابا، نقرروا من بعد، لانه من بعد هو اللي غادي يعطينا شنو هما الناس اللي غادي يهتموا، واش بغينا نديروا السياحه الوطنيه ولا بغينا نديروا السياحه الدوليه ولا مقابل من هذا واش هما الناس اللي كاين فيها، شنو هي كذلك المسائل الثقافيه والمسائل الرياضيه ديال هذا الشيء كما عليه. اذا التوجه ديال هذه الوحده هذه نديروه من بعد، ولكن كذلك التوجه غتحكم كذلك القيمه الاستثماريه اللي غادي نديرو لنا، واللي غادي يعرف واش لو كاين دراسه في هذا الطاقه الصغير باش هي اللي غتحدد لينا شنو هو اللي غادي نديرو لنا. كاين انا مهتمين على المساله اللي هي اساسيه خصنا نمشيو في هذه الامور اكثر، كاين اللي مثلنا يكون عندنا عقار وكذلك انهم يدخلوا مع مجلس الجهه هذاك العقار ديالهم مثلا عندنا في واحد النصيب غير ذلك ويكونوا مستثمرين. اذا كاين اليات اللي يمكننا نديروها باش يمكننا اننا ندفعوا بالسياحه، ولا تنظن انه كيكون فيها يعني واحد شكرا سي حداد. كاين شي تدخل اخر او نمشيو للصوره على المقدمه الملاحظات اللي جات على لسان سي دويل. تصويت على النقطه.
بدون سبيلا. إذا لم يكن